أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها مصير الحل السياسي في البلد ومدى قابلية الوضع لتطبيق التسويات الجزئية التي يتم تسويقها بوصفها حلولا جاهزة وسريعة. منذ بداية الأزمة اليمنية لم تتوقف الدعوات للسلام وإنهاء الحرب، ولكن لأن معظم تلك الدعوات بقيت رهناً لحسابات أطراف الأزمة القائمة فلم تقابل بكثير من الجدية. أسوأ من ذلك، تركزت معظم تلك الدعوات حول جزئية إيقاف الحرب، وهو مطلب وإن كان ملحاً إلا أنه يخفي محاولة تطبيع مع الحالة الإنقلابية التي تحكم البلد في هذه اللحظة، وخطوة للقفز عليها وكأنها أمر طبيعي يمكن معالجته ضمن تسوية سياسية لا تفرق بين جميع الأطراف. ضمن هذا السياق الذي يحاول تجاوز الجريمة الأولى التي تسببت بكل هذه الجرائم، جاءت دعوة الرئيس المخلوع لما أسماه مصالحة وطنية شاملة. يقول البعض أن تعقد مسارات الأزمة اليمنية في عامها الثالث يثبت أن السلام بات خيارا إجباريا لجميع الأطراف ودون شروط مسبقة، فيما يرى طرف آخر أن هذه الحرب لم تكن خارج السياق، بل لها سبب واحد ووحيد، وهو الانقلاب الذي نفذته جماعة مسلحة بالتحالف مع قوات تابعة للمخلوع. وبالتالي فإن أي حديث عن السلام لا يتضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية يعد تأكيدا لهذا الانقلاب وإبقاء على مسببات الحرب. ما هي شروط السلام المنتظر؟ ومن يملك مفاتيحه؟ وما هي دلالات دعوات المصالحة الوطنية في هذا التوقيت؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفين الكريمين من القاهرة، مدير تحرير صحيفة المصدر الفقيه، ومن القاهرة أيضا سيكون معنا رئيس ملتقى الوئام الوطني الأستاذ زيد الذاري. وأبدأ معكما بعد الترحيب بكما ضيفي الكريمين بسؤال مشترك. الجميع يتحدث عن السلام في هذه اللحظة، برأيكما من يمتلك مفاتيح هذا السلام المنتظر؟ والبداية معك أستاذ زيد الذاري. شكرا جزيلا. في البداية اسمحي لي أن ونحن نتكلم عن السلام وعن المصالحة أن لا أسمع مرة أخرى كلمة المخلوع أو الانقلابيين، لأننا لا نريد أن نطلق أوصافا تعكر الأجواء. نحن نريد أن نخلق مناخات للسلام وللتسوية والاستهلاك بعيدا عن كل لفظ أو عن كل تصرف يقود إلى مزيد من الشحناء وإلى التباعد. ما يمكن أن أقوله في هذه اللحظة أننا كيمنيين بعد هذه السنين الطويلة من الخلافات والصراعات التي كانت تحت عنوان أسميها أنا الإلغاء والإلغاء المتبادل منذ 2011 حتى اليوم، أثبت الواقع أنه لا يمكن لأحد أن يلغي أحدا، وكل من ألغى واعتقد أنه قد ألغى من سبق لا تمضي فترة إلا وقد ألغي وجاء من يلغيه، وهكذا دواليك. ونحن اليوم حتى جاء العدوان والحرب التي يعني تجاوزت العامين والنصف، ونحن نرى أن هناك توازنا أيا كان الأسباب والمسببات، لكن نحن نرى أنه لا يمكن لأحد أن يلغي أحد، لا يمكن لأحد أن ينتصر على أحد ما لم نعد إلى رشدنا كيمنيين، وأن نتلاقى وأن نكون شجعانا بالسلام وبإرادة لذات الإرادة التي يعني يتكاتل بها اليمنيون، عليهم أن يكونوا أصحاب إرادة وأكثر نحو السلام والتلاقي ونسيان كل ما مضى. ليس من السهولة هذا النسيان، ولكن حينما تكبر الهمم وتكبر النفوس ويدرك الناس أنه لا مجال لأن يكثر أحد أحد أو أن يلغي أحد أحد، وأن أمامنا وطنا يتسعنا جميعا ومستقبلا يجب أن نعمل جميعا من أجله من أجل أبنائنا وأن نمضي قدما نحوه، نترك جراحات الماضي وآلامه وأوجاعه لكي نستطيع أن نكون كبارا وأن نكون بكل الواقع يمنيون مدركين بما يمكن أن يترتب على استمرار صراعنا الذي للأسف الشديد، وعفوا إن أطلت، نحن نلاحظ أنه سيتحول وقد تحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف متعددة، وفي ظل الأزمات المحتدمة اليوم في المنطقة وعلى مستوى دول الخليج
نخشى أيضا أن يضاف إلى ذلك أسبابا جديدة يتحول اليمن أيضا إلى ساحة للصراع بين الأشقاء في دول الخليج. نعم نعم أستاذ زيد، الفكرة الفكرة واضحة أستاذ زيد، أنت إذا تدعو للسلام بين جميع الأطراف، يعني وتحفظك حول التسمية التي استخدمناها هي ليست فيها أي إساءة لأي طرف، هي مجرد توصيفات وتسميات، ويعني ولا يعني ونسمح لك أن تستخدم ما شئت من التوصيفات للأطراف، وبالتالي نحن سنستخدم ما نراه مناسبا. نتحول بالسؤال نفسه للأستاذ علي الفقيه، كنا نسأل عن مفاتيح لحلول تتضمن سلاما شاملا وعادلا للمستقبل. تحية لك ولضيفك زيد الذاري ولمشاهدين قناة بلقيس. أعتقد أن مفاتيح السلام تتمثل في الرغبة والإرادة الكاملة لدى الطرف الذي فجر الحرب، لدى الطرف الذي أشعل الشرارة وحول البلد إلى يعني كتلة من اللهب، حول البلد إلى كومة من الدمار. في هذه الحالة أعتقد أن السلام سوف يكون ممكنا إذا ما توصل إلى قناعة بأنه كفى إلى هنا ما حل بالبلد من دمار ومن خراب وما قدمه اليمنيون من دماء ومن تضحيات. أعتقد في هذه الحالة أننا سنضع أقدامنا على بداية الطريق نحو سلام حقيقي وشامل ومستدام، وليس فقط مجرد استراحة حرب. أما ما يتحدثون عنه من سلام وأنه لا أحد يبتلع أحد وأنه سلام يبقي على الوضع القائم كما هو الآن، أعتقد أنه هذا السلام لن يكون سلاما بالمعنى الحقيقي، وإنما سيكون استراحة لتبدأ بعدها جولة أشد عنفا وأكثر دمارا وأكثر خرابا، بينما يطمح الشعب اليمني إلى أن يستريح من عناء الحروب والاقتتال الداخلي من خلال وضع مداميك وأسس لسلام حقيقي وعادل وشامل، بدالة انتقالية تنصف الضحايا وتجبر المتضررين وتعوض من أتت عليهم الحرب وتضع حدا فاصلا لتغول الميليشيات، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة، أن يكون لدى اليمنيين دولة تحميهم جميعا، أن يكون هناك سيادة للنظام وللقانون. وبالتالي في هذه الحالة يمكن الحديث عن سلام حقيقي، أما ما يحدث الآن فهي مجرد مناورات ومراوغات لا أساس لها في الواقع ولا تحمل معاني حقيقية. نعم نعم، إذا أستاذ زيد الذاري، يعني أستاذ علي يتفق معك تقريبا تماما فيما يتعلق بحاجة البلد الآن لسلام عادل وشامل، لكنه يرى بأن البداية لابد أن تبدأ بمن أعلن الحرب على البلد وحول البلد كما قال إلى كتلة لهب وفتح أبواب الجحيم على اليمنيين من جميع الجهات، ما رأيك؟ يعني إذا ظلينا كل منا يريد أن يرمي بالأسباب والمسببات، فلكل منا حجته ولكل طرف سيكون له موثقه وحججه ومسبباته في رمي الحجة على الطرف الآخر، للحرب منطقها وللصراع منطقها وللسلام والتسويات منطقها. أنا أدعو دائما وأبدا وطالما دعوت وفي أحلك الظروف إلى المصالحة الوطنية الجامعة التي لا تستثني أحدا، وطالما دعوت إلى مصالحات أولية في المناطق التي تشهد صراعا محتدما واحترابا داخليا محتدما على طريق المصالحة الوطنية الشاملة. أنا لا أرى أن ثمة طرف من الأطراف اليوم بريء من كل ما وصلنا إليه وبريء من كل هذا الدم المسفوك حراما وعبثا ومقدرات. ليس هناك طرف يمكن أن نبرئه، ولكن نقول وبكل صدق وبكل صراحة وبكل مسؤولية، علينا نحن كيمنيون وقد حملنا السلاح تجاه بعضنا البعض وبكل شجاعة وبكل قوة وبكل عنفوان، أن نكون بذات الشجاعة وبذات الإرادة وبذات القدرة لكي نمد أيادينا نحو بعضنا البعض، أيهما أفضل وأيهما أسهل وأيهما أخير لنا ولأجيالنا ولوطننا، أن نظل متمترسين أم نتلاقى ونمد أيادينا، أيهما أسلم أن تتلاقى الرصاصات وتتعانق أن تتلاقى الأيادي. نعم نعم أستاذ زيد، يعني نعم هذا الأمر يعني الجميع متفق عليه فيما يتعلق به. أنا أتمنى أيها نعم أستاذ زيد جميعا لا أحد يرحب بالحرب في البلد، نحن نتكلم عن مرتكزات السلام القادم، يعني أنت تتحدث الآن عن سلام
للبلد وإيقاف الحرب. أنا كيف؟ نعم، دعيني أقول كلاما مكملا لما تريدينه. لا شك أن أي تسوية وأي سلام يقتضي، أول ما يقتضي، الإقرار بأننا جميعا يمنيون متساوون في الحقوق والواجبات، وأنه يجب علينا أن نقدم تنازلات صعبة وكبيرة لكي نحقق أيضا مصالح متبادلة، وأن نقدم تنازلات متبادلة وصعبة لنحقق مصالح متبادلة، وأن لا يكون الحل على حساب أي طرف ولا على حساب أي قضية، وأن يكون الحل أساسه ومعتمده الاتجاه نحو إعادة بناء الدولة اليمنية القوية القادرة العادلة المدنية التي تحتضن كل أبنائها في إطار من المساواة في الحقوق والواجبات. طيب أستاذ زيد، عودة هذه الدولة ألا تقتضي أولا انسحاب العصابة التي انقلبت على هذه الدولة وقوضتها؟ حينما نتحدث عن تسوية، وأنا أقول أنه أرجو وأتمنى، دعينا حتى في هذه الحلقة أن نرتقي إلى ما هو عنوان لهذه الحلقة، أن نبتعد عن التصنيفات والتسميات الجارحة. كل طرف بهذا المنطق سينظر إلى الطرف الآخر أنه عصابة وأنه خائن وأنه استجلب العدوان، وذاك سيقول أنه انقلابي وأن هذا مخلوع وأن ذاك وذاك. هذه توصيفات لا تزيد إلا الشحناء ولا تزيدنا إلا بعدا وفراقا. علينا أن نقارب وأن نسدد، وعلينا أن نعي أن هذه الدماء مسؤوليتنا جميعا، كل من هو قادر أن يقول كلمة أو أن يطلق رصاصة أو أن يسكت مدفعا أو أن يجلب تأييدا، هي مسؤوليته حيثما كان وحيثما استطاع أن يشد الرحال بكل ما لديه من قدرة نحو الوصول إلى هذا الهدف وتصويب المسار كله نحو السلام، لنبتعد عن هذا الإرث الكبير جدا. نعم. من الأحزاب. طيب أستاذ زيد، سأعود إليك. إلا مدمرا. طيب أستاذ يعني علي الفقيه، غياب فكرة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من معظم المبادرات التي تتحدث عن السلام في هذه الفترة الأخيرة، ومنها ربما ما سمعناه الآن من الأستاذ زيد، كيف تفسرها؟ أعتقد أنه يقول كلاما إنشائيا وعاطفيا جميلا كذا وعن السلام والمصالحة، لكن يتهرب من التوصيف الحقيقي لما جرى، وهو أعتقد الخطوة الأولى للاتجاه نحو المصالحة والسلام أن نوصف الأمور، ما الذي حدث في اليمن بالضبط وما الذي أشعل الحرب. عندما نجيد التوصيف سنجيد وصف الحلول، وبالتالي أي حل لمشكلة لابد أن نبدأ بتشخيص حقيقي للمشكلة بعيدا عن العواطف والتعويم والكلام المطاطي الذي لا يقدم ولا يؤخر. نحن بحاجة إلى أن نقول ما الذي جرى وما هي الحلول المناسبة، وأن تبقى الحقائق حقائق والآراء آراء، لا أن تتحول الآراء حقائق والحقائق آراء، وهذا في النهاية لا يجعلنا نقف على أرضية صلبة. ما هي المرجعيات التي يمكن على أساسها السلام؟ ما هي الثوابت؟ ما هي الخطوط التي يمكن الجميع أن يتفقوا عليها؟ في هذه الحالة يمكن وضع خطوط عريضة لموجبات السلام وللأسس والقواعد التي يقوم عليها السلام، وكيف يمكن لكل هذه المظاهر أن تختفي وتعود الدولة التي تحاور اليمنيون عليها في مؤتمر الحوار الوطني لما يزيد عن عام في اجتماعات متواصلة، وكان أكبر حدث يجتمع حوله اليمنيون. في هذه الحالة إذا عدنا إلى هذه المرجعيات الأساسية يمكن بعدها الحديث عن حلول، أما أن نعود إلى نقطة الصفر ونأتي لنقول كل اليمنيين إخوة ويجب أن لا يقصى أحد وأن لا يبعد أحد، هذه النقطة متفقين عليها أنه لن يقصى ولا يبعد أحد، لكن هناك مرجعيات وهناك أسس صاغها اليمنيون وتحاوروا عليها واتفقوا عليها، علينا أن نرجع إليها إذا ما أردنا الحديث عن حلول. ما هي مواقف الأطراف المختلفة من هذه المرجعيات؟ هل يعترف الحوثيون وصالح بمخرجات الحوار الوطني؟ هل يعترفون بالقرارات الأممية كمرجعية للحوار كمرجعية للسلم؟ أم أننا سنأتي إلى يعني أرضية متحركة لا نستطيع أن نقف فيها وأن نحدد ما الذي علينا أن نعمله مستقبلا لنجنب البلد الحرب؟ وأعتقد أن علينا في البداية أن نضع عناوين صلبة وأسس قوية يعني السلام المقبل، ما هي واجباته، ما هي الأسس الصلبة والمتينة التي يمكن أن يبنى. نعم. عليها. إذا تحدث يعني الفقيه عن مرتكزات للسلام القادم، عن مرجعيات وعن أسس صلبة لابد أن يبنى عليها أي سلام قادم، أستاذ زيد
ماذا عنك؟ يعني ما هي المرتكزات الضامنة لسلام قادم برأيك؟ أولا أنا لا أتحدث كلاما عاطفيا لكي أستجلب فيه العواطف، أنا أتحدث من جراحات ومن آلام وبمسؤولية وبضمير. ولعلنا أيضا بحاجة إلى أن نستدر ونستثير عواطفنا كيمنيين تجاه بعضنا البعض، بدلا من أن نستثير الغرائز للشحناء والبغضاء التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاشتراك والابتعاد والبعد عن الذهنية والنفسية التي يمكن أن ننطلق نحوها فيها نحو التسوية. من حقي أن أتحدث باللغة التي أريد، لأنني أنطلق من هدف ثاني وكبير. أما في موضوع المرجعيات فأنا أعتقد أن جولات المفاوضات السابقة سواء في الكويت وما سبقها وفي مسقط وفي غيرها كلها قد تضمنت أسسا للتسويات القادمة وحددت المرجعيات التي توافق عليها الجميع، وهناك إدراك من الجميع بأنه ليس ثمة إمكانية للتصلب والتشبث بعناوين معينة قد طواها الوقت وتعذر تطبيقها. فمثلا القرار الدولي الذي يتحدثون عنه، أنا في تقديري وهذا ما صار واضحا أنه أعد وصيغ بتلك النقاط باعتبار أنه سيفضي أو أن المعركة حتما ستفضي خلال أيام أو أسابيع إلى استسلام مطلق ونهائي ومحو للطرف الآخر، وهذا ما لم يتحقق إلى اليوم. حتى الذين أصدروها اليوم هم في حالة إقرار. لماذا أستاذ زيد تعتبر بأن القرار الأممي سيفضي إلى إلغاء الطرف الآخر؟ يعني هل استعادة الدولة اليمنية واستعادة شرعية الرئيس هادي وإطلاق المعتقلين السياسيين العسكريين رجال الدولة يعني يمكن أن تلغي الطرف الآخر؟ أنا مع كل هذه الشعارات ومع كل هذه العناوين التي تتحدث. لا أتحدث عن شعارات، أنا أتحدث عن مضمون القرار الأممي. لماذا تعتبر بأنه يمكن أن يلغي الطرف الآخر، استعادة الدولة وتراجع الحوثيون وحليفهم عن المدن التي وصلوا إليها؟ لماذا تعتبر بأنه يمكن أن يكون لاغي ملغيا لهم؟ أختي الكريمة حافظك الله وبارك الله فيك، وكلنا ننطلق من هدف نريد أن نصل إليه. هل تريدون فعلا هذا الهدف الذي تريدونه وأراده هؤلاء الذين جلبوا هذه القوات؟ هل تريدون أن يتحول كل أجزاء اليمن إلى النماذج الحاصلة اليوم في عدن أو الحاصلة اليوم في تعز؟ هل هذا هو النموذج الذي يراد أن يتحول ما تبقى في اليمن من كيان ومن أسس يمكن أن نبني عليها وأن نعيد من خلالها المصالحة لكي نعيد بناء الدولة؟ إذن أنت ترى صنعاء وصعدة مثلا هي النموذج الأنجح؟ عفوا أنا أريد أن أقول، لا أنا أريد أن أقول أن هذا الطرح وهذا الكلام الذي تتفضلون به لم يحقق على أرض الواقع إلا مزيدا من التمزق، مزيدا من الوجود الأجنبي على الأرض اليمنية، مزيدا من التفلت. أين الشرعية اليوم في عدن؟ أين الشرعية اليوم في تعز؟ نعم. أين رموز الدولة التي نسميها، ولن أقولها غير، سأقول رموز الشرعية التي تسمونها شرعية وهي أيا كانت، هذا هو التصنيف وفق القانون الدولي الذي يمكن أن يقال عنها شرعية، لكن أين هي اليوم على أرض الواقع؟ نعم أستاذ علي الفقيه، إذن الأداء الضعيف. نعم أستاذ زيد، الفكرة واضحة، معبرة عن الإنسان اليمني ومحققة بأهدافه وبانية ومقدمة لكل مسؤولياتها وقائمة بكل مسؤولياتها، وإلا ما معنى أن تكون في الفنادق؟ نعم، إذن هو الأداء الضعيف للشرعية أستاذ علي الفقيه، وبقاء الأزمة اليمنية ماضية في مسارات يعني معقدة وأكثر تعقيدا من يوم إلى آخر، لا يبدو ذلك مبررا فعلا للبحث عن أي مبادرة سلام أي كان شكلها وأي كانت الأطراف التي تقف خلفها؟ هو تقريبا يحشد كل الشواهد والمبررات التي تدفع باتجاه التسليم لمن يعتقد هو أنهم الطرف الأقوى والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعلى عدد من المدن، لكن بالمنطق وبالعقل لا يمكن أن نسوق المبررات لأن نسلم لهم بالأمر الواقع وأن نقول أن الحكومة الشرعية ضعيفة ولهذا فلنسلم الأمر للحوثيين وصالح ونقبل بالسلام الذي يريدونه. من الواضح من كل أطروحاتهم بأن السلام الذي يريده الحوثي وصالح هو سلام
أن يعني يسلم الجميع بالأمر الواقع وأن يستسلموا لسيطرتهم. نحن نمسك بالقوة وبالسلاح وبالعاصمة وبميناء الحديدة، وبالتالي عليكم أن تسلموا لنا لأننا نحن الأقوى، ولأننا أيضا استعصينا على الهزيمة، فالقرار الأممي لم يعد صالحا كما يسوغ ذلك ضيفك زيد الذاري. لكن ما يريده اليمنيون أنها لا تكون استراحة محاربين ليبدأوا بعدها جولة أعنف، وهذا ما قلته بداية الحلقة ولا زلت أؤكد عليه، بأن السلام الحقيقي لن يبنى إلا على أسس حقيقية، لن يبنى إلا على استعادة الدولة، وإلا فسنجد أنفسنا في المستقبل أمام عصابات تأتي وتعمل كما عملت عصابات الحوثي وصالح، وتداهم العاصمة وتستولي على مؤسسات الدولة وتقول نحن الأقوى، فتعالوا وسلموا أنفسكم لنا لأننا نحن الأقوى بيدينا السلاح. نحن نريد أن تعود الأمور، تعود المياه إلى مجاريها، وأن يعود الطرف الذي يستقوي بالسلاح والذي يستقوي بعدم اكتراثه بالمآسي التي تلحق باليمنيين إلى الأسس التي والثوابت التي أجمع عليها اليمنيون، سواء في مخرجات الحوار أو في المبادرة الخليجية أو أيضا ما أجمعت عليه الأطراف الإقليمية والدولية، وصدرت به قرارات أممية بأن تكون الدولة هي الأساس الذي نجتمع إليه، وتأتي الدولة لتحميله وتحميه. عودة الدولة لا تعني إلغاء الحوثي ولا تعني إلغاء صالح، وإنما تعني أن أكون أنا والحوثي وصالح تحت حماية دولة تتعامل معنا على قدم المساواة جميعا، أننا مواطنون. وليس فقط أنه هو مركز قوة ومن حقه أن يحكم لأنه من سلالة معينة، وآخر من حقه أن يحكم لأنه من منطقة جغرافية معينة ولديه آلاف المقاتلين. لا، هذه شريعة الغاب وليس قانون إنساني وتشريعات محترمة يعيش الإنسان في ظلها ويحفظ كرامته. نعم، إذن أستاذ زيد الذاري، استمعت إلى طرح الأستاذ علي بأنه هو يتحدث بأنه الطرف الذي أعلن الحرب لابد أن يرضخ لشروط السلام، العصابة لابد أن ترضخ لمنطقة الدولة وشرعية الدولية. أستاذ زيد، هذه الدعوات إذن التي تظهر هنا أو هناك، دعوة السلام غير الواضحة والملتبسة، هناك من يرى بأنها ليست سوى محاولات الالتفاف على مطالب اليمنيين في استعادة دولتهم المنقلب عليها، وأنها لا تأتي إلا بإعاز من قبل الإنقلابيين ولن تصب إلا في خدمتهم. كيف ترى أنت؟ أنا أتمنى على أخي العزيز والأستاذ علي الفقيه أن يهدأ قليلا لكي يسمع ويعي ما أقوله، إلا إذا كان لا يريد أن يسمع إلا ذاته فهذه ستكون مشكلة كبيرة، وإذا كان يعبر عن نفسه بهذه الانفعال يعني شيء مؤسف إذا لم نكون هادئين وفي روية من أمرنا لكي نستمع إلى بعضنا البعض وندرك مغزى ومعنى ما يقوله أخي علي، وهو يعرف أو يعي ما أقوله أنا. عموما طريق السلام والتسوية واضح، نحن لا نتكلم عن غلبة لطرف على طرف مهما امتلك من عوامل القوة والقدرة والإمكانية اليوم. نحن على يقين أن كل هذه أمور زائلة، وكما قلت أنا في بداية الحديث أننا من 2011 نمر بجولات إلغاء وإلغاء متتالية، وهذا علينا أن نتعب منه. وأنا أتفق تماما أنه لا يمكن أن يؤسس لأي حل شامل ومستدام إلا بتوافق وتواضع يقوم على أسس صلبة ومتينة أساسها وعمودها المواطنة المتساوية، الشراكة الوطنية الحقة. أما التصلب في أمور أنا أو هو غدا أو اليوم يرى أنه لن يعد ثمة أساس لنتكئ عليها لإعادة بناء الدولة، لأنها كانت ظروفا معينة ونتاجا لموازين قوة معينة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي. طيب أو الدولي، يعني هناك منذ البداية تتحدث أنت عن هذه المبادرات وعن هذه الدعوات، لكنك لم تتحدث عن المرتكزات التي ستبنى عليها هذه المبادرات تتحدث عنها. يعني كيف يمكن أن نضمن سلاما يعزز المواطنة المتساوية والدولة التي تحدثت عنها الآن؟ عفوا، ما هي مرتكزات السلام التي تتحدث عنها؟ أولا المرتكزات السلام، أنا مثل ما قلت لك أنه جرت جولات من المفاوضات بين الأطراف المعنية وتوصلوا إلى مراجع معينة تم الاتفاق عليها بوضوح ومحددة بالأسماء والمسميات. لكن أنا من وجهة نظري أنه كل ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام
المستدام وإن أدى إلى تجاوز بعض النصوص أو بعض المرتكزات التي تجاوزها الزمن، علينا أن نكون واضحين وصريحين. هناك متغيرات حاصلة على أرض الواقع. هناك اليوم أين اليمن الذي كان في 2015 عن اليمن الذي صار اليوم؟ أين الواقع الإقليمي المتماسك الذي كان في 2015 عما هو عليه نعم اليوم؟ نعم أستاذ زيد، هل تقصد أن ما فرضه الانقلابيون بقوة السلاح عما هو عليه اليوم؟ كل هذه نعم. مؤثرات نتأثر بها، لكن علينا نحن كيمنيين أن ندرك أننا نحن اليمنيون المسؤولون عن إنجاز الحل اليمني الذي يدفعنا جميعا إلى بناء دولتنا العادلة الضامنة التي نتساوى تحت ظلها جميعا. نعم سيد زيد، هل أفهم من كلامك؟ لا بقوة مال ولا بقوة سلاح ولا بأي مشروعية للقهر والغلبة، سواء كانت جهوية أو طائفية أو مذهبية أو سلالية. كل هذه المشروعيات يجب أن تنتفي تماما. طيب، هل تتحدث أنت عن الواقع الجديد الذي فرضه الإنقلابيون بقوة السلاح على الأرض، وأن هذا الواقع ربما تجاوز المرجعيات التي تصر عليها الشرعية وأيضا الإقليم والمجتمع الدولي؟ أرجو أن يكون فهمنا شوية وأفقنا شوية واسع، وأن نعرف ماذا أرمي إليه. ما كان عليه أنصار الله من قوة في 2014 على المستوى الوطني اليوم ليسوا بنفس القوة على المستوى الوطني، وإن كانوا على مستوى جهوي نعم أقوياء وعلى مستوى معين أقوياء، لكن هذه الأشياء كلها من الأشياء المتغيرة التي أقولها أنا. الشرعية التي يقال اليوم وصلنا الشرعية اليوم، أين هي في واقع على أرض الواقع؟ هناك قوة جديدة اليوم، هناك مراكز قوة، هناك اليوم أمراء حرب هم الذين ينبتون في الأرض على حساب الشرعية. هذه الأمور كلها وهذه المتغيرات ستكون إن لم ندرك وإن لم نعي أننا بحاجة فعلا وبجدية وبصدق وبإخلاص لإعادة بناء اليمن ولملمته، علينا أن ندرك كل هذه المتغيرات، لأن أبسط تجاوز لأي أمور على أرض الواقع يمكنها أن تكون قادرة على تخريب أي حلول. وأخذ بالاعتبار كل المتغيرات والصراعات التي اليوم التي تجري على مستوى دول الخليج، على مستوى الإقليم، على مستوى الاستفافات الإقليمية والدولية، كل هذه الأمور مؤثرة وعلينا أن ندركها وأن نعيها. أنا لست في حلقة تجار مع الأخ علي. نحن نريد أن نصل جميعا وأن نكون نخلص في هذه الحلقة إلى هدف نسعى له جميعا. هناك دعوة وجهت في الأسبوع الماضي من الزعيم علي عبد الله صالح للمصالحة. نعم، هذه الدعوة تحديدا. نعم، هذه الدعوة، دعوة المصالحة التي أطلقها المخلوق. لماذا؟ نعم، لماذا؟ وهو حليف الانقلاب أستاذ علي الثقيل، كيف تنظر إليها وما دلالات توقيتها؟ نعم أستاذ زيد، من الرئيس الذي في الرياض عبد رب ومنصور هادي، لو جاءت الدعوة منه بكل صدق وإخلاص، ما هو المانع أن الناس يرحبوا وأن يبحثوا؟ لماذا لا ننشد هو يتحدث دائما عن دعوة للسلام وتمسكه بالسلام وبالمرجعية الثلاث أشياء. طيب، يعني لدى الحكومة الشرعية دعوة مستمرة ودائمة للسلام، وهي تؤكد دائما على المرجعية الثلاث وعلى الأطراف الأخرى أن إذا كانت فعلا تجنح للسلام للبدء بتنفيذ هذه المرجعيات والانسحاب بقواتها من المدن التي وصلت إليها. أستاذ علي الفقي، كيف تنظر إلى المبادرة التي أطلقها المخلوع صالح مؤخرا وما دلالات توقيتها برأيك؟ أعتقد أنه حديث علي عبد الله صالح عن السلام والمصالحة ليس إلا مجرد مراوغة ومحاولة لتسويق نفسه لدى اليمنيين بأنه يريد السلام، لكن هو الرجل متقلب ويعرفه اليمنيون جيدا. في خطاب يقول دقوهم بالقناصة، وخطاب ثاني يقول أريد المصالحة والسلام، وخطاب ثالث يقول جيشوا كل الناس للذهاب إلى الجبهات. الرجل ليس لديه خطاب ثابتة في التعاطي مع الحرب، وهذا يعكس إلى أي مدى الرجل اعتمد طوال تاريخي على المراوغة والكذب وتزييف الواقع، وأن يقول شيئا ويفعل شيئا آخر، وهذا معلوم لدى الجميع. لكن في الحقيقة عندما تأتي جهود جادة أو دعوات جادة نحو السلام، نرى ردة فعل مختلفة تماما من الرجل، ويبدأ بالهجوم ويتنصل من هذه الدعوات. وكان آخر هذه الدعوات ما أطلقه والد الشيخ من أفكار أو مقترحات
حول تسليم مدينة الحديدة لتجنيبها الحرب على اعتبار أنها يعني ميناء مهم وتعتبر شريان لجزء واسع من البلد. أول ما سمع علي عبد الله صالح عن هذه الأفكار والدعوات لتسليم ميناء الحديدة سلميا لطرف ثالث وأيضا التفاصيل إذا ما تعاملنا معها على أنها حقيقة تتحدث عن تسليم الميناء للقوات التي كانت تديرها قبل 2010 أي أنها كانت قوات تابعة للدولة سواء اختلفنا أو اتفقنا معها، الرجل على الفور في خطاب بنفس الليلة التي سمع فيها هذه المقترحات خرج وجمع نواب حزبه وقال الحديدة أبعد من الشمس هكذا بشكل واضح، وهذا يعطي دلالة واضحة على أن الرجل إنما يستعمل الحديث عن السلام والمصالحة للتغطية على أعماله الحربية وعلى التصعيد، وأن الرجل لم يشبع بعد من دماء اليمنيين، وإلا إذا وصل إلى قناعة حقيقية بأنه يريد السلام لن يعجز حلا، سيجد كثير من الأطراف تتجاوب، سيجد أن الجميع يرغب في السلام، وهذه نحن نعود ونؤكد على أنها رغبتنا ورغبة جميع اليمنيين في السلام، لكن من هو جاد في تحقيق سلام دائم وشامل لصالح عودة الدولة، أم أن هناك الطرف الآخر الذي يريد سلاما يضمن له السيطرة والاستيلاء وفرض الأمر الواقع على اعتبار أنه أصبح قوي وأن هناك ظروف إقليمية ودولية أصبحت تهيئ له أن يتعاطوا معه الناس كأمر واقع وأن يسلموا له بالحقائق. وبالتالي ستجدين أستاذ علي، هل تعتقد فعلا أن المخلوع صالح لا زال فعلا يمتلك أدوات القوة لي يعني تمكنه من يعني تنفيذ هذه المبادرة، أم أنها مجرد مناورات سياسية للفت الأنظار إليه أنه لا زال موجودا وقويا على الأرض؟ على كل حال هو لا يزال موجودا على الأرض، وإن اختلفنا في تحديد نسبة قوته إلى أي مدى لا يزال قويا إلى أي مدى يعني يشكل رقما في الميدان سواء في المواجهات أو على مستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي هو موجود، والتهم الحوثيون كثيرا من قوته لكن في النهاية لا يزال يؤثر بقدر أو بآخر، وإن أراد السلام سيكون بالتأكيد له أثر إيجابي في الدفع نحو السلام، وعندما يظل مصرا على الحرب بالتأكيد سيكون له دور في ذلك، وأنا أعتقد أنه يعني هو وجماعة الحوثيين والحلفاء الذين أشعلوا الحرب ولا يزالون قادرين على أن يذهبوا باتجاه الخيار الذي يحددونه وهم يعني مختارين لذلك وليس مجبرين، أما إذا ما يعني تغير الأمر لغير صالحهم فبالتأكيد سيبحثون عن سلام ينقذون به أنفسهم عندما يشعرون بأنه اقترب الغرق، لكن عندما لا يزالون يشعرون بأن لديهم وسائل قوة وأدوات مناورة سواء في الجبهات الداخلية أو الجبهات التي على الحدود فهم بالتأكيد يحاولون مواصلة إملاء شروطهم لتحقيق السلام الذي يضمن لهم المكاسب التي حققوها على الأرض والتي يعتبرون أنها نتاج تضحيات لا يمكن التفريط فيها، خصوصا عندما شعروا للحظة معينة بأن مركز السلطة يمكن أن يخرج من أيديهم بأن هناك رئيس جاء من خارج المركز المقدس الذي يعتقدون أنه حق حصري لهم بتحالف المذهب والجغرافيا طوال العقود الماضية. نعم نعم، وعليه أستاذ زيد الذاري، هناك من يرى بأن أي مبادرة سلام أو دعوة للسلام لابد أن تبدأ بإبداء حسن النوايا، لماذا برأيك لا يقوم طرف الإنقلابيين وهم الطرف الذين انقلبوا على البلد وهم الذين أعلنوا الحرب فيها بإظهار حسن النوايا بإطلاق يعني عشرات أو آلاف المختطفين موجودين في سجونهم بالانسحاب من الجبهات التي يقاتلون فيها في المحافظات الأخرى منها تعز بالتوقف عن زرع الألغام في يعني شوارع والمدن اليمنية وبين التي تسقط ضحاياها كل يوم من المدنيين، لماذا لا تظهر أي بادرة حسن نية من هذا الطرف إذا كان فعلا يجنح إلى السلام؟ الأستاذ علي مشبع بروحية لغة الانقسام والتأزيم التي لم تخارج وما خارجتهم ولا أعطت نتيجة ولا أعطت ثمرة إلا مزيدا من الانفعال والغيظ وانعدام الإدراك الذي أفضى إلى الحالة التي يعيشون بها اليوم للأسف الشديد. يا أختي العزيزة، من هم؟ من تقصد بهم؟ ما إذا كان الأخ علي يمثل طرفا سياسيا معينا أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يمثل، أن فيه من العقلاء الراشدين الذين يدركون أن ما وصل إليه حالهم اليوم من حالة شتات وتيهان وتركهم في أول الطريق وليس في منتصف الطريق كما قال أحدهم،
هذا يتوجب علينا جميعا كيمنيين أن نتلاقى وأن نحسن الظن ببعضنا البعض وأن نكون أوسع صدرا تجاه بعضنا البعض. يؤلمني جدا أن تظل تتكاذفهم العواصم كأوراق مهشمة تدروها الرياح. هؤلاء يمنيون عليهم أن يعودوا إلى حضن الوطن من أجل اليمن، من موقع القوة ومن موقع القدرة ومن موقع الشراكة. أما أن نظل في هذه اللغة والمركز المقدس والسلالة طيب أستاذ زيد التي طيب لا طيب تثير ماذا عن بوادر حسن النوايا لهذه الدعوات؟ أنت سألتيني سؤالا لو سمحتي. نعم، وأنت لم تجيب على السؤال، أنت الآن تجيب على كلام الأخ علي. طيب سأجيبك على سؤالك. أنت يا ستي العزيزة يا أختي الكريمة تتحدثين عن ألغام هنا أو هناك لا يعلم الله أين هي وكيف، وتغفلين القاذفات الاستراتيجية وتغفلين مذبحة المخا والأمس والوازعية التي سقط فيها 22 ضحية يمنية مدنية أبرياء. نحن لا نغفل أستاذ زيد، لا نغفل، ولكن نتحدث عن من أطلق هذه المبادرات. عليه أن يظهر حسن النوايا حتى تتوقف الحرب، والجميع يعرف أن إيقاف الحرب الداخلية ستؤدي يعني بالضرورة إلى إيقاف الحرب الخارجية. لماذا هذا التمترس الذي لا يفضي إلى نتيجة؟ لماذا هذا الشك في الذات وعدم الثقة في الذات؟ حينما يطلق طرف ما دعوة نحو المصالحة نوجد من الأوهام والهواجس، هذا يدل على ضعف النفسي ويدل على خواء ويدل على عدم ثقة في الذات. وإلا فليتقدم الناس خطوات، إلا إذا كان الأمر ليس بيدهم وإذا كان القرار مسلوبا منهم. وإذا طيب أستاذ زيد يعني هذه ليست ثقة، هذه ليست عدم ثقة بالذات، وإنما عدم ثقة بالطرف الذي أطلق هذه المبادرات. من يطلق هذه المبادرات معروف يعني تاريخه مع الدعوات التي يطلقها والاتفاقيات التي يبرمها. نتحدث نحن عن سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات التي أخلفها هذا الطرف ممثل سواء الميليشيات الحوثية أو المخلوع صالح ابتداء من 94 وصولا إلى 2014 والسلم الشراكة والحوار الوطني وغيرها من الاتفاقيات التي يتم نكثها بعد أيام فقط قبل أن يقف حبرها. كيف يمكن أن نصدقهم؟ سنصدقهم حينما نكون واثقين من أنفسنا، قادرين على تقديم ما نراه صالحا للحل، حينما نكون أقدر منهم حتى على المناورة وحتى على كسب المعركة سياسيا أو على مستوى الطاولة. أما إذا كانوا الناس عاجزين ويريدون الآخرين أن يكونوا أعجز منهم فهذا ليس من المنطق في شيء، وهذا ضد طبيعة الأشياء. إذا كانوا عاجزين فعليهم أن يستقيلوا من أدائهم السياسي من المشهد السياسي وأن يعلنوا فشلهم الذريع الذي لم يحققوا فيه إلا مزيدا من الانتكاسات لكل من دعوا تمثيله. اليوم كل ما هو قائم على أرض الواقع يا أختي الكريمة، هذا الشتات، هذا الحالة التي دخلوها بكل عنفوان في 2014 وفي 2015 مع بداية استجلابهم للعدوان الخارجي، اليوم أين صاروا؟ طيب أستاذ زيد يعني كيف يمكن الحديث كيف يمكن الحديث عن السلام دون الحديث عن العدالة؟ كيف يمكن أن نتحدث عن مبادرة للسلام دون الحديث عن معاقبة من أعلن هذه الحرب؟ كيف يمكن أن تجاوز فكرة جبر ضرر الضحايا ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحرب؟ دعيني أقول لك كلمة، دعيني أقول لك كلمة. أنا كيمني اليوم من موقعي كزيد الذاري مواطن يمني أتحدث مسؤولية، من الأهمية أن أسعى للتفاوض مع أطراف سياسية واضحة المعالم، مع الإخوة في التجمع اليمني للإصلاح برغم كل ما ارتكبوا، مع من تبقى في حكومة الرياض بكل ما بيمثلوه وبكل ما تسببوا فيه من هذا العدوان ومن هذا الدمار. خير من أن أتفاوض مع أشباح ومع أوهام ومع مستنبتات جديدة تم زراعتها لكي يضيع الوطن ولكي يتمزق الوطن أكثر وأكثر ولكي تضيع البوصلة. أين هم من هذه الدعوة؟ أين هم من هذه الروحية؟ أما أن نظل متمترسين بالمخزون الهائل جدا من الشعور بالمرارة نتيجة العجز ونتيجة الفشل ونتيجة الضعف الذي تراكم في نفوسهم والارتهاب الذي، فهذا كارثة. وعليهم إن كانوا كذلك ولا يستطيعون أن يتقدمون نحو السلام
وهم يرون الواقع اليوم كيف يتكاذفهم، العواصم كيف تتبرأ منهم، السياسات الدولية كيف تشيطنهم، عليهم أن يعوا وأن يعودوا لجادة الصواب. ودعيني أقول لك اليمنيون يعني أنت الآن تصف الحكومة الشرعية لأن هي المتمردة والسيد عبد الملك وعلي طيب. والزعيم علي عبد الله صالح أن يكونوا أوسع صدرا وأكثر احتضانا وهم كذلك، ويجب على الطرف الآخر أن يكونوا مستجيبين لكل ما يمكن أن يقرب وأن يوحد. نعم استاذ علي الفقي، اذا يعني كما تسمعني على الحكومه الشرعيه ان تلم صفوفها وان ترضخ وان تقدم تنازلات للطرف يعني الذي ربما نفهم بانه الاقوى ربما على الارض. استاذ علي بالمقابل هناك فعلا اداء ضعيفا لهذه الشرعيه، ربما هذه المساحه التي يعمل عليها اصحاب هذه الدعوات، وهناك ايضا تفكك واداء فاشل ايضا للتحالف في ظل هذا الوضع يعني البائس. ما هو افق السلام اذا استاذ علي؟ ضيفك يهرب من الحقائق ويعجبه يتحدث الحديث المطاط ويهاجم الخصوم. انت سالتيه عن لماذا لا يقدم الحوثي وصالح مبادرات او يعني اعمال ملموسه على تؤكد جديتهم باتجاه السلام، فتهرب من السؤال ومضى يتحدث عن سيده الذي نظر بقيه عمره ليعمل لخدمته وخدمه مشروعه السلالي الطائفي ولخدمه الزعيم الذي يمجده زيد الذاري في كل جمله، بينما تهرب من الحقيقه المره ان صالح والحوثي ولغوا في دماء اليمنيين حتى غاصوا فيها ولا يستطيعون الخروج منها ولا يستطيعون تقديم أي بادرة إيجابية على أنهم يريدون السلام وأنهم ماضون في الحرب إلى آخر أبيل يقاتلون نعم به. وماذا عن الشرعية والسحالة؟ الشرعية ضعفها وعدم قدرتها على إدارة الأمور بشكل جيد أمر واضح ولا ننكره، لكن هذا كله لا يبرر أو لا يعطي مبرر كما يقول زيد الذاري بأن عليها أن تتعامل مع أمر واقع ما دامت ضعيفة والظروف الإقليمية ليست لصالحها، فعليها أن تعود إلى حضن سيده الذي يسيطر على صنعاء. لا هذا ليس كلاما منطقيا ولا يقوله عقلاء ولا يقوله شخص مثقف يريد الوطن أن يكون للجميع. الحكومة الشرعية لديها ضعف ولديها يعني فشل واضح في إدارة عدد من الملفات من الملفات الاقتصادية والإغاثية والإنسانية، لكن نحن نشد على الحكومة الشرعية أن تصحح من أدائها وأن تقوم اعوجاجها وأن تقدم أداء أفضل لتتمكن من إدارة المعركة بشكل جيد. الحوثي الذي وصل بسيطرته إلى شواطئ البحر العربي نذكر الجميع بأنه الآن عاد إلى يعني انكفى إلى مشارف صنعاء وأصبح يدافع عن يعني عن نفسه داخل العاصمة صنعاء بدلا من أن كان يتوسع ويعد أصحابه بأنهم سيحجون العام القادم ببنادقهم ويسوق الأوهام أوهام المشروع الإيراني وتسويق الثورة الذي يهتف لا يزال يهتف به إلى اليوم ويدافع عنه زيد الذاري، لكنه اليوم عاد أضعف وسينهار واليمنيون مصممون على استعادة دولتهم، ولا أعتقد أنهم بعد كل هذه التضحيات سيفرطون في دولة وطنية لجميع اليمنيين يختارون فيها من يشاء ليحكمهم، ليس فيها سيد وليس فيها زعيم وليس فيها شيء من هذه الأوهام والهواجس التي يرددونها في خطابهم. ويبدو أنه لا يزال يعيش في أيام ملاحقة الجرعة، عندما دخلوا صنعاء وهم يلاحقون الجرعة يلاحقون 1000 ريال، فهو لا يزال يستعمل نفس الخطاب المطاطي الوهمي الذي لا يقدم أي حقيقة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي الفقيه مدير تحرير صحيفة المصدر، كنت معنا من القاهرة. كما أشكر الأستاذ زيد الذاري رئيس مركز الوئام. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. أخيرا تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة والطاقم الفني للبرنامج، إلى أن ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.